145 عاماً حكمت الأسرة 21 البلاد من هنا. مدينة صان الحجر المعروفة في العصر اليوناني بتانيس ظلت منذ سنة 945 حتى 1090 قبل الميلاد عاصمة لمصر. تقلبات مرت على شمال شرق الدلتا منذ 3000 عام تصورها تانيس المقامة على نحو 500 فدان تضم مجموعة من المعابد أكبرها معبد الإله آمون الشاهد على أحداث تاريخية كثيرة خلال الحكم الفرعوني في مصر. إبراز المنطقة الأثرية والترويج لها دفع وزارة الآثار المصرية لإقامة مركز للزوار يتكون من قاعة كبيرة تحتوي على عدد من اللوحات المعلوماتية عن تاريخ الموقع وما يحتويه من كنوز ومقابر. 5 أعوام من التطوير بدأت منذ 2017 لمنطقة صان الحجر التي تبعد بنحو 150 كيلومتراً عن القاهرة أسفرت بترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني وعمل مصاطب لرفع أكثر من 100 كتلة حجرية تزن ما يزيد عن 20 طناً لعزلها عن الأرض بشكل يتناسب مع تكوين المعبد المصري القديم بصرحه وحدوده. أيمن عماد، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.